Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha alaihi salatu wassalamu arba' sinin kharajat bihi ummuhu ila al-madinati an-nabawiyyah thumma 'adat fawafatha bil abwa'i aw bi syi'bil hajunil wafa. فحملته حاضنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه وأدخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى رقيه وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ لمن وقال قره ووالاه ولم تشك في صباه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبية وكثيرا ما غذا فاغتذى بماء زمزم فأشبعه وأرواه ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم وسلم عمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة
الْأُخْوَةِ قَدْ عَمَّهُ النُّورُ وَعَلَى وَأَمَرَ عَمَّهُ بِرَدِّهِ إِلَى مَكَّةَ تَخَوُّفًا عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ دِينِ الْيَهُودِيَّةِ فَرَجَعَ بِهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ مِنَ الشَّامِ الْمُقَدَّسِ بُصْرًا عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيمَ بِعَرْفٍ شَذِيٍّ صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.